ايه السبب انه محمد رمضان دخل في اشكاليات مع اطراف واشخاص كتيره في الفتره اللي فاتت؟ يعني هنلاقي في مشكله هنا، خناقه هنا، قضيه هنا، في ناس جالها انطباع انه انت تبحث عن المشاكل. لا خالص والله، هي الفكره ان يعني انا بتكلم بصدق شديد، الفكره ان دي سنه الحياه. انا مستحيل هسيبك او هسيب شخص ينجح او شخص ياخد كوره كده يقعد يجري ويروح للجول والناس توسع له ويسقفوا له والجول يوسع عشان يجيبها جول. مفيش حاجه، الدنيا عامله كده، مفيش حد في العالم هيسمحوا لك تروح تنجح قوي. ولكن ده مش معناه ان انت تقعد بقى طب انا الدنيا، لا، انت لازم تكون مستعد نفسيا وعقليا وتكون صلب وبتواجه. انا مفيش ولا مشكله اختلقتها ولا في حياتي صحيت من النوم عملت، انا طول الوقت رد فعل.